اللي فيه الاداه يعني تقرا فيه كلشي ودك اللي قال السي اشرف بالمدن كان واضح باش يكون معك واضح انك جبدوا السميه ان الفيديو كلشي شافو ما يمكنش نجيو اليوم ونقولوا واحد الهضره اللي ما كنقولش شي حاجه من عندي ما كنقولش شي حاجه سمعتها في القهوه شي حاجه اللي خرجت من الراي العام وكنخص جوابا باش نردوا على الراي العام لان الصوره ديالنا كامله مخدوشه كذلك صوره المنتخب السيد الرئيس صوره المنتخب اصبحت تخدش وصوره جماعه طنجه تخدش ونحن في ثبات عام فهذا السيد الرئيس ما خصناش نخليوه يدوز مرور الكرام لان بكل صراحه ما تطرق له السيد بالروح الاخوان كاملين على ان صوره يعني النمطيه ديال المنتخب شنو هي؟ هي الصوره ديالنا السيد الرئيس كاين هناك واحد المجموعه ديال الكلام وهناك مجموعه ديال الصحف وشكورين كيقسموا واحد مجموعه الامور كذلك خرج واحد الفيديو مؤخرا كيهضر على واحد مجموعه المواضيع وكتقول انت الذي ما كيخص لا كيخص المنتخب وكيخص المجلس لان الصوره ديالك هي ديالنا انت اللي كتمثلنا في القائمه ما يمكنش يجي في الاول كان المشكل ديال التاشيرات دخلت واحد مستشار الحبس مستشار ديالكم الاولاني كان مجبود اذا به دوزناها مرور الكرام اليوم مستشار اخر معك في الحزب ومعك في اللائحه واليوم كنشوفوا هذه المشاكل كامله شفنا الصوره د واحد البيرمي دابيتي رخصه السكن ما تعطاتش 14 سنه اذا اليوم كتخرج واحد الرخصه واحد مجموعه ديال التيم بي واحد مجموعه الامور اللي تصارت في ديك الفيديو اللي خصنا نرد عليها السيد الرئيس لان بكل صراحه احنا ما كنتسامحش ولكن بما ان السكوت ديالكم على مثل هذه التفاهات او على مثل هذه الحقائق راه صوره تخدش مدينه طنجه وتخدش صورتكم وصوره المنتخب بصفه عامه وما يمكنناش نسكتوا على هذا سيد الرئيس كخصنا بلاغ بحال اللي كتعمل بلاغ في كل مناسبه كاين مواقع اللي كتبت على الاسباب في العيد في العيد في عيد الاضحى وتي كتعمل كتكون شي حاجه كترد كتعمل بلاغ بغينا بلاغ باش نسكتوا هاد المواضيع هادي والصحيحه يعني الا كان السكوت ديالكم فكان واقيلا فهو امن حق اذا عملتي بلاغ كندير واقيلا ما يمكنش شي واحد يرجع لهاد الموضوع فكاين مجموعه الاقاويل مجموعه الصحف الوطنيه كتهضر هضرت عليك هضرت على رئيس مقاطعه السواني هضرت على المستشارين ديالك هضرت على عمده سابق هضرت على امين عام الحزب ديالك سابق هضرت ما يمكنش يكون هادشي كامل مرور الكرام اذا كخصو هادشي واحد البلاغ اللي خصنا نعرفوا فيه الحقيقه ونبرؤوا فيه الناس بحال دابا مثلا مقاطعه تبغوها اللي كنحييها ان واحد العضو ديالو تعرض للاعتداء ناض السيد الرئيس واعضاء ديالو عملوا بلاغ تضامني وهذا هو الضرب المنتخب وكامل بينا خصنا نكونوا في تلاحم ماشي هذا يحفرنا هذا فتحنا اعضاء في هذا المجلس كتغيروا لما بغيتوا كتجيبوا تصوروا لما بغيتوا ملي كتبغوا تعيطوا لشي واحد كتعيطوا له كتبغوا تغيبوه كتغيبوه قولوا لنا غير شنو الهدف حتى بغيت الاستقاله ديالنا نعطيوها لك غدا والله تنعطيوها لك اذا كيقلقكم الوجود ديالنا في وسط هذا المجلس والله تنجيب لك الاستقاله غدا انا لا يشرفني نسكع عندي مسؤوليه ونكون ساكت اذا بغيت نعملوا الشكوى تعاود في الدوره نجيو باش ما يكسبوش عينا نجيو نعلموا ودنا نقولوا انا حنا كنجيو كنعملوا النقد الذاتي ما عنده خلفيات ما عنده تحريض ما عنده شي حاجه لان الدور ديالنا هنايا ما في غنهضروا اذا ما هضرناش في الدورات كيف يعقل السيد الرئيس في الجوج عاد توصلنا بالتقارير ديال اللي جا كيفاش بغيتي نجي نشارك في هذا في هذا الدور جماعه طنجه كيصبغوا واحد النهضه خارج الصوره ديالها حنا مشينا حضرنا مشاو الاخوان حضروا تقريبا السي يوسف ورد اللي تاهو كان حاضر معنا في المهرجان السي عدد من الاعضاء السي سعيد الطيروش مشينا حضرنا ك معروضين في المهرجان اما فيما يخص فاتوره للجماعه جماعه لا علاقه لها بهذا المهرجان ولا يتم ولا يتم تمويله من الجماعه باش نكونوا واضحين وهذا الملف ما لا شي حاجه شخصيه كاين متعلق بهضروا فيها شي ميزانيه فيها التهيئه ديال ديك المحيط فيه البنايه فيها العالم فيها الاناره راك بزاف ديال الاشغال كيبقى لكم الاختيار واش مدينه طنجه تستحق ولا تستحق كيبقى لكم الراي التي ندوزها ندوزها التي نحيدها نحيدها هذا الشغل ديال المجلس سيد نفسه الله يجازيك بخير خلينا باش لان ما جالس ماشي هنا تفرج هذاك الشيء مع العائله كامله مع المراه كل شيء خوتي كيعيطوا شنو هاد الموبيلي عندي وقت الحال شنو هاد المشكل حنا اللي فرعنا راسنا لا منتخب كاين لا سلطه ولا هم يحزنون ولا شوهنا راسنا مع المنتخب مع الناخبين المواطنين اليوم انتقلت العدوى تنطلق ما قلت لي با قلت له هذه الضريبه السياسيه قلت له با سالينا ما السياسي فين بغيت انا كنفكر في الطلاق ديالي باش نكونوا واضحين واليوم اللي وقع لي راه وقع الرئيس وقع هذا وغادي يوقع هذا راه كاين اشكال حقيقي اليوم
أين هي الأخلاق السياسية؟ واش ما كتعرفوش الآثار السلبية النفسية على الأسر؟ سالينا ما السياسة، شنو جبتنا السياسة؟ باش نكونوا واضحين، أنا ما نعشتي، ما نعشتي مرض، حيت أنا عندي 25 عام وأنا كنعمل السياسة، ما عمري تعرضت لهذه المسائل. بغض النظر، لأن العنوان واخا تقول لي ما كاين في الموضوع والو، ولكن العنوان عارض مع ثلاثة أربعة الناس، مون بيبي، غيلان، هو، دليل، اللي ورط. راه عيونا الظروف والشعور ديال ولادنا صاحبي، اليوم كنجيني أنا شنو كنمارس أنا؟ واش هذه الضريبة ديال الاشتغال؟ واش هذه الضريبة ديال 116 مليار اللي وصلنا لها؟ واش هذه الضريبة ديال العمل؟ اللي جينا لهنا يوميا. حنا تطرقنا للموضوع ديال التشهير بمنتخبين بمناسبه ولا بدون مناسبه، راه ماشي منتخبين هما الشر المطلق وماشي هما عاوت المنزهين على الاخطاء، ولكن بهذه الطريقه هذه انا كنستنكر ان الطريقه اللي تشهر بها بالسيد العمده راه كتسالينا كاملين، وحنا كنقولوا على انه الا كان شي صحفي عنده شي معطيات ولا شي معلومات انه يتحرى عليهم وقبل ما انه ينشرهم، باش كتكون يعني كتكون فيها مصداقيه. اما التشهير يعني مجاني هيدا وما خصناش يكون شي صحفي ولا شي موقع يكون طرف في شي موضوع اللي كيكون فيه اطراف اخرى او لا يستعمل كوسيله من اجل تصفيه الحسابات مع طرف اخر، وهذا هو الدور ديالنا، وحنايا الهدف ديالنا هو حمايه المنتخبين من اي تشهير ومن اي تشويه السمعه ديالهم.